أهلا بكم في الكورس. أدعى مارشال جولدسميث. أنا من بلدة صغيرة تدعى فالي ستيشن كنتاكي. Got even better news. People who do nothing don't get worse. It's all good here. الشيء الثاني الذي أقوم به هو تدريب الموظفين. دربت الرئيس التنفيذي لشركة فورد فايزر جلاكسو، رئيس البنك الدولي، رئيس مشافي ميل كلينيك وول مارت، مكتبة نيويورك العامة، والكثير. أناس رائعون. وهنالك شيء علي فعله، وهو عدم إصدار التعليقات الهدامة عن الآخرين. إن احتجتم أن تؤثروا على شخص للقيام بتغيير إيجابي ويستطيعون اتخاذ قرار، فإن تعريف هذا الشخص هو الزبون. ما أحبه حول التدريب ليس ما أعلمهم إياه، بل ما يعلمونني. أنا أتعلم الكثير من التدريب. أغلب ما أعلمه في التدريب أتعلمه كمدرب. وثالث شيء أقوم به هو الكتابة. كتبت 73 كتاباً وصاحب أفضل 3 كتب مبيعاً. ما أوصلك هنا لن يوصلك هناك، موجو والمحفزات، وهي طريقة رائعة للتواصل مع الناس. وأخيراً أقوم بالتدريس عبر الإنترنت. من المهم بينما نمضي في الحياة أن نفكر فيما يجب علينا التخلص منه، التغيير السلبي. وفيما يتعلق بتقييم الأداء، هذا الشيء الوحيد الذي سيهمكم. علمني بيتر دراكر أن رسالتنا هي أن نحقق تغييراً إيجابياً، ألا نثبت كم نحن على حق، وألا نثبت كم نحن أذكياء. القدرة على العودة في الزمن، التحدث مع الشخص الذي يستمع إلي الآن، القدرة على مساعدة هذا الشخص ليكون قائداً ومدرباً أفضل. ما عدد الأشخاص الذين لم يخضعوا لفحص بدني على الإطلاق؟ مهما كنتم تفكرون، افعلوها. أتمنى أن تجدوا هذا الدرس عملياً ومساعداً، ويساعدكم أن تكونوا قادة أكثر فعالية، وأهم من ذلك أن تساعدوا الناس ليقوموا بالشيء نفسه.